هبتة محمد صادق. إلى كل من سمح للدنيا بقتل كل شيء فيه. قيل يوما ما أنه لا توجد بدايات حقيقية بل مجرد نهايات مستمرة. وليه بنرمز دايما للحرية بأنها تطير؟ مين قال إن الطيران حرية؟ لو كان للبشر نكهات لأصبحوا جميعا بطعم الملح، وقليلا منهم نجح في أن يكون بلا طعم فاختلف. قيل فيما مضى أن بمجرد نظرة العين يحدث العشق، كانوا كاذبين. لا يوجد من هم أسخف ممن يستخفون بألمك. إن الحب مش تعويض نقص، الحب اكتمال روح. هناك أشياء في الحياة مهما طال عمرها قصيرة، وهناك أشياء مهما قصر عمرها مؤبدة. الإرادة الحرة لعنة كل الخطايا. قيل فيما مضى أن الحياة لا تكتمل إلا بالحب، ولكنهم لم يعلمونا شيئا عن الاكتمال. الموسيقى ذلك السحر الوحيد في الأرض الذي قاوم كل الأساطير والخرافات والعلم السخيف، وظل عبر الأزمان على قيد الحياة. قيل فيما مضى أن الحب عادة ما يصاحبه الألم، لم يعرفوا أن البشر هم الجنة. لا توجد حقيقة مطلقة، مجرد أكاذيب عشقوا تصديقها. الألم يغير كل شيء حقا. الملل إحساس قاتل. كل ثانية يوضع أمامك اختيار بسيط قد يجعل الحياة كلها مختلفة، وكل ثانية تختار أن تؤجل القرار خوفا فتظل كما أنت. الصديق الحقيقي هو الذي يعلم معنى صمت ويظل جانبك دون أن يفتح فم. في الواقع لا توجد خاتمة، فلكل نهاية امتداد يبدأ به كل شيء.